هسه نجي للملحق مال المحاضرة الثالثة A primary standard solution محلول قياسي أولي أو أساسي is a highly purified compound that serves as a reference material in all volumetric titrometric methods. is a highly purified compound compound هو مركب highly عالي purified نقاوة هو مركب عالي النقاوة هاي أول شي that serve الذي يعمل شلون يعمل as a reference material كمواد مرجعية ان all volumetric titrimetric method في جميع طرق التحليل الحجمي أو القياس الحجمي أو التصحيح الحجمي كلها نفس الشيء هسه أول شيء عرفنا أنه المحلول القياس الأولي أو الأساسي هو محلول عالي النقاوه شلون يعمل يعمل كمواد مرجعية بما في كل أو في جميع طرق القياس الحجمي important requirements for primary standard are المتطلبات الهامة requirement متطلبات important مهمة متطلبات الهامة أو المهمة فور برايمري ستاندرد للمحلول القياسي الاول ار 1 هاي بيورفاي اول شيء نقاوه عاليه 2 ستابلتي تورد اير يعني استقرار اتجاه الهواء يعني شلون من نريد نسوي محلول قياسي اولي او هذا يعني المحلول القياسي لازم من نسوي يكون الهواء يعني زين مو هواء عالي على مود يخرب الشغل كله لازم استقرار اتجاه الهواء ثري absence of a hydrate water هنا يقصد بها الرطوبة يعني غياب الرطوبة لازم شروط المادة القياسية ما تتفاعل ويا مكونات الهواء الجوي مثل ما مثل الرطوبة الأكسجين وإلى آخره absence of hydrate water يعني غياب الرطوبة hydrate water الرطوبة هنا يقصد بها فور Ready Availability at Modest Costs أن تكون متوفرة وبتكلفة بسيطة يعني رخيصة الثمن 5. Reasonable Solubility in the Titration Medium أن تكون قابلة للذوبان في الوسط العياري بنسبة معقولة Reasonable معقول Solubility ذوبان هنا الذوبان المعقول in the titration medium في وسط المعايرة أو في الوسط العياري خوش يعني شروط المادة القياسية أن تكون قابلة لذوبان في الماء أو في الوسط العياري six reasonable reasonable large molar mass so that the relative error associated with the wing the standard is minimized الكتلة المولية الكبيرة molar mass الكتلة المولية لازم من شروط المادة القياسية ان تكون كتلتها المولية كبيرة ليش؟ So the relative error associated بحيث يتم تقليل الخطأ النسبي associated تقليل error الخطأ relative النسبي with the with weighing المرتبط بمن the standard is minimized المرتبط بوزن المعايره او المعيار هسه يعني النقطه السادسه يقول لنا لازم من شروط الماده القياسيه ان تكون آه كتلتها الموليه كبيره ليش على مود آه تقلل نسبه الخطا وين الموجود الخطا النسبي هذا الخطا النسبي المرتبط بيمن بوزن المعيار اللي راح نضيفه هسه الملخص مال هذا البوكس او هذا الصندوق اول شيء محلول القياس الاولي هو محلول او مركب عالي النقاوة يعمل كمواد مرجعية في جميع طرق القياس الحجمي شنو شروط المادة القياسية أول شي نقاوة عالية ثاني شي استقرار اتجاه الهواء لازم الهواء قليل ثالث شي نقصان الرطوبة أو غياب الرطوبة رابع شي يقلن متوفرة ورخيصة الثمن هاي كلها طبعا بالسادس أخذناها خامس شي يقل لنا أن تكون قابلة للذوبان المعقول في الوسط العياري أو في وسط المعايره وسادس شيء يقول لنا أن تكون الكتلة الماضية للمادة القياسية كبيرة ليش لتقليل الخطأ النسبي That the relative error is associated With weighing the standard is minimized المرتبط بوزن المعيار بالنسبة لهذه مجرد صورة ويقول لنا Different size يعني حجم مختلفة volumetric فلاسكس يعني الدوارق الحجمية used to prepare solution of different concentration بمن تستعمل الدوارق الحجمية بتحضير المحاليل بتراكيز مختلفة يعني مثلا هذه تركيزة 50 هذا تركيزه خمسين مللتر هذا خمسين مللتر هذا مئة مللتر هاي مئة وخمسين محاليل يحضر بيها بس التراكيز مالتها والحجوم مالتها مختلفة خوش بالصفحة الثانية A secondary standard اللي هو المحلول القياسي الثانوي is a compound whose purity has been established by chemical analysis and that serves as the reference material For method of analysis المحلول القياسي الثانوي is a compound هو مركب whose purity has been established تم تحديد نقاءه established تحديد purity نقاء الذي تمه تحديد نقاوته أو نقاءه by a chemical analysis خلال من خلال التحليل الكيميائي and that serves as the reference والذي يستخدم as the reference material كمواد مرجعية فور a titrimetric method of analysis كمواد مرجعية علما لطريقة التحليل بالمعايرة هسه هو مركب محددين درجة النقاوة شلون حددنا استبلشت هاي تحديد شلون حددنا باي كيميكال انالايسس عن طريق التحليل الكيميائي از ذا سيرفيس از ذا ريفرنس ماتيريال شلون يعمل يعمل كمواد مرجعيه مثل البرايمري سكند اه برايمري ستاندرد سوليوشن هما يعمل كمواد مرجعيه فور تايترومتريك ميثود لطريقه التحليل اوف انالايسس بالمعايره فور تايترومتريك ميثود of analysis التحليل لطريقة التحليل تايترمتريك بالمعايرة The condition for chemical reaction to be used in the volumetric analysis شروط استخدام التفاعل الكيميائي بمن in the volumetric analysis بالتحليل الحجمي 1. The reaction must have definite balanced chemical equation. أول شيء يجب أن يكون للتفاعل معادلة كيميائية متوازنة محددة. نعيدها بالكلمات. The reaction must have يجب أن يكون للتفاعل أن يكون للتفاعل شيكون؟ شي A Definite Balanced Chemical Equation Equation معادلة كيميكال كيميائية بالانسد متوازنة Definite محددة معادل كيميائية متوازنة ومحددة No side reactions ليس لها تفاعلات جانبية It must be stoichiometric. It must be stoichiometric. وبعد شني أن يكون متكافئا. أن يكون متكافئا. يعني نواتج تساوي المتفاعلات. هسه أول شرط من الشروط أن يكون للتفاعل معادلة كيميائية متوازنة ومحددة ليس لها تفاعلات جانبية وأن تكون أو أن يكون التفاعل مكافئاً متكافئاً 2 The reaction must be at least 99% complete أن يكون التفاعل كاملا بنسبة تسعة وتسعين بالمية على الأقل يعني الكي إيكوال هنا أم أكبر أو يساوي عشرة أس ثمانية هسا أول شيء للتفاعل معادلة كيميائية متوازنة ومحددة مالها لها آثار جانبية وأن يكون متكافئا الثاني يقول لنا لازم التفاعل يكتمل بنسبة تسعة وتسعين بالمئة على الأقل. 3. There must be some method of detecting the equivalent points. يجب أن يكون هنالك طريقة ما. المن of detecting لتحديد أو للكشف. شنكشف على اليمن؟ The equivalent point عن النقطة المكافئة. أو نقطة التكافؤ An indicator or a measured property شلون نكشف هسا هو قال الثالثة لازم أكون يعني عدنا طريقة على مود نكشف عليها عن نقطة التكافؤ زين شلون نكشف عن نقطة التكافؤ اما بالإنديكيتر اللي هو الدليل أو property خاصية مقاسة، يعني إحنا نقاسينها. هسا أول شي للتفاعل معادلة كيميائية موزونة ومحددة، ما لها آثار جانبية وأن يكون متكافئا. الثاني أن يكون مكتمل بنسبة تسعة وتسعين بالمئة والثالث there must be some يجب أن يكون هناك طريقة للكشف آه عن نقطة التكافؤ اللي هي إما باستخدام الانديكيتر أو المجرد بروبرتي اللي هي الخواص مقاسة أو خاصية مقاسة النقطة الرابعة The reaction should be rapid أن يكون التفاعل سريع rapid سريع The titration can be completed in a few minutes عملية المعايرة تكتمل أو التصحيح تكتمل في دقائق قليلة أو في بضع دقائق. Five. The reaction preferably preferably be specific. يفضل أن يكون التفاعل محددا. يفضل preferably يفضل أن يكون التفاعل the reaction be specific محددا or at least selective to avoid interference separation separation أو انتقائي على الأقل لتجنب فصل التداخلات يعني هاي شلون أقول لكم إياها الخامسة تفاعل لازم محدد ليش محدد على مود ما تدخل بيه شوائب بالتالي يتغير التراكيز وتتغير المعادلة كلها ويتغير الحجوم لأن هاي الشوائب هم إلها تأثير عليها خوش انترفرنس تداخلات أو العوائق يعني ما لازم اكو شي عيق عملية او التفاعل هيك هاي معناها هسه خلصنا الملحق مع المحاضرة الثالثة